يلا وهي هي نغير جونا. الصباح الخير. صباح النور. شو الطاقه الايجابيه الحلوه للجمال هذا الصباح؟ لازم اول واهم سؤال خبرينا، بما انك انت مطربه وبتغني وصوتك حلو، بداياتك كانت مثلنا تحت الدوش ولا وين؟ اساسي ما فيش حد ما بيحبش يغني تحت الدوش، واكثر مكان بحس نفسي صوتي فيه يجنن ولا كاني ام كلثوم. الحمد لله يعني قلنا هيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا كنت اغني لحكيم كثير يعني، لو بيعرف هيك كان ما بعرف شو صار. كان غنى كان كنت اجل تحت الدش. انا كنت يعني شو اسمه بيني وبينك خطوه ونص، لا بتسلم ولا بتبوس. هاي كنت بغنيها كثير وانا صغير يعني من الاغاني. ولكن شو الاغاني بتستهويكي؟ شو الجو اللي بتحبيه انت؟ انا لما بدات اغني دلوقتي مؤخرا بقيت احب اغني طرب قديم، لان لما بقعد في اماكن فيها ناس عايزين يسمعوا اغاني فبيحسوا ان احيانا الاغاني الحديثه اللي هي بتاعه البانز الاندر جراوند مش بيبقوا عارفين الاغاني دي، فبتبقى بالنسبه لهم شويه غريبه. فبقيت علشان تبقى اذني موسيقيه بسمع كل حاجه، ما عنديش مش بحدد يعني فنان معين او لون معين ان انا بسمعه، علشان اتعرف على مقامات طرق في الغنى. بدرب نفسي كمان طول الوقت في العربيه بقى وفي الحمام وفي كل مكان. بس كمان ساري بدنا نحكي، يمكن الدعم للمغني او المغنيه بيكون خصيصا صعب للبنت. باي عمر بلشتي؟ من وين لقيتي الدعم لحتى تكملي مشوارك؟ انا حقيقي من زمان وانا بحب الغنى كموهبه، من وانا صغيره، من وانا في المدرسه. ولما وصلت للمرحله بتاعت الفتره بتاعت الثانويه العامه دي دخلت قسم موسيقى وكنت في الكورال بتاع المدرسه كمان، فكان الموضوع بالنسبه لي ممتع جدا. بس كان ستيل هي موهبه، انا بتبسط وانا قاعده بغني مع اصدقائي وبيطلبوا مني اغاني معينه. لما بعدت كتير فتره عن الموضوع كنت بس متخصصه ان انا تحت الدش ان انا بغني هناك، اتاحت لي الفرصه تاني ان انا اغني في هنا في الامارات نادي الكتاب الموجود بالامارات. نعم. بيبقى فيه انشطه متعدده فيه، كنت انا بزور النادي دايما بصفه مستمره، وقلت لهم بقى على السر ان انا بغني، فبقيت بشارك حد الموهبه بتاعتي ان في ناس بيسمعوني وبقى عندي اغاني وبيطلب مني اغاني، فالموضوع كان لطيف جدا بالنسبه لي. احيانا بس مثل اصدقائك بطلب منك تغني لنا اغنيه الحين. لان صرت بسمع صوتك، بسمع خامه صوتك والاغنيات. يسعدني طبعا، بس يعني انا عايزه اقول لكم مش قادره اقول لكم من امبارح انا بشرب قد ايه زنجبيل وليمون وعسل عشان اجي النهارده، يعني احاول بعمل ديفنس للبرد اللي كان عندي. دايما انتوا عارفين المطربين المشهورين دايما عندهم المشكله. قبل ما يطلعوا على المسرح كانوا زمان على ايام عبد الحليم وام كلثوم، كانوا قبل ما يطلعوا على المسرح ياخذوا قبل بساعتين سكر فضي. ده حقيقي صحيح. فان شاء الله يكون المفعول جيد معك ان شاء الله، ونطلع مش تحت الدش، على الدش على الهواء. تفضلي. لا 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 لا. أنا كل ما نويت أنسى ليك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فرقك يا فرقك كسر قلبي وعذبني، جميع الناس بقربي وناطر جيتك للحين. أنا كل ما نويت أنسى ليك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. صورك فكرناك خلصت. كملي اذا بدك تكملي، كملي كملي وطربي. حبيبي تدري شو اللي فيه؟ غيابك حيل تعبني، احسك طرت من ايدي كده فجاه بغمضه عين. الله 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 يعطيك العافيه. الله يعافيك. ميرسي. اكيد الغنى المشترك اليوم صار ترند على يعني ساحه الفن. اليوم صرنا
نشوف انه الممثل الفنان المصري بيغني عراقي والفنان العراقي بيغني مصري، بتحس انه في تناغم بين بالوطن العربي واختلاف اللهجات. لكن خلينا نتكلم اليوم عن الشباب، اليوم الشباب الواعد والصاعد. ما بدنا نحكي عن انه والله فنان صار له خبره 20 سنه، خلينا نشوف الساحه شو فيها من مواهب جديده. شو اللي ناقص بالساحه خاصه بالشباب اليوم؟ شو اللي ناقصهم؟ شو اللي ممكن نسد الثغرات اللي موجوده او ناقصها اليوم برايك؟ والله انا شايفه بالعكس، احنا نعتبر الى حد كبير جدا الشباب دلوقتي يعني محظوظين. السوشيال ميديا عليها عامل كبير جدا جدا، ان لو حد عنده موهبه وحواليه تيم بيشجعه وبيقدر ان هو يدعمه، سواء ناس عندها موهبه الكتابه، حد صوته حلو، بيقدروا ان هم يجتمعوا بتطلع اعمال. يعني احنا بنشوفها ناس بيبقوا عاديين قاعدين في قاعده زينا كده وبيعملوا عمل، والعمل بينتشر. السوشيال ميديا بتسهل ده جدا، فانا شايفه ان بالعكس يمكن احنا نكون عندنا حظ كبير، اللي بيركز فعلا بيقدر ان هو يبدا المشوار. صح، السوشيال ميديا وفرت جهد ووقت كبير للفنانين. يعني ايام زمان اذا بتتذكروا كان المطرب بده يصور فيديو كليب، بده يعمل 100,000 خطوه لحتى مثلا تطلع الغنيه وتنشر. هلا مثل ما حكيتي بقعدة صغيرة ومجرد بس كاميرا عم تصورهم تنتشر، رح توصل اكبر عدد ممكن من الناس. ده حقيقي. انت كسارة قدرتي تستغلي هذا الموضوع صح او لسه بعدك مو كتير على السوشيال ميديا؟ انا بحاول استغله على قد ما اقدر. اتليست انا عندي يعني عدد كبير جدا على تواصل بعدد كبير جدا من الموزعين والملحنين، ناس بيكتبوا شعر مميزين جدا في ده. لو ركزت فعلا في ان انا بس، انا لسه لحد دلوقتي هو الموضوع بالنسبه لي موهبه، ما اخدتهوش ان انا يعني اخد الطريق اني اتخصص فعلا في الغناء، ان هو يبقى ده المشوار بتاعي. مش مركزه قوي فيه، عندي كذا حاجه تاني بعملها في نشاطات مختلفه، فهو ده اللي مخليني ان انا مش مركزه. لكن موضوع السوشيال ميديا فعلا فارق جدا معايا، ان عندي كتاب وناس معروفين جدا كاتبين اغاني للفنانين كبار وعلى تواصل دائم مع بعض. فاعتقد ان انا في وقت من الاوقات لو قررت هيكون سهل جدا فعلا ان انا يعني انتشر وابقى متواجده على الساحه مع المجموعه الكبيره العظيمه اللي عندي. طب ساري احكي لنا قد ايه كان الغنى بيساعدك لتفرغي طاقتك السلبيه؟ احنا صبايا بنعرف هذا الشيء، انه احيانا لما نكون متضايقين بنلجا انه احنا نغني مع الاغنيه او حتى نغني بصوتنا حتى لو ما كان حلو، لمجرد انه احنا نفرغ الشحنه السلبيه اللي موجوده ونغير جو. قد ايه المطرب فعلا بيستخدم هذا الاسلوب للتعبير عن اي حاله بيعيشها؟ كتير بيستخدمها كتير. يعني انا اعتقد الحاجه الوحيده اللي بتساعدني فعلا ان انا انفس عن الباور اللي جوايا هي الغنى. اكتر حاجه بكون مبسوطه جدا وانا بعملها، وتقريبا هي طول الوقت انا ببقى بتخلي عندي هدف. يعني انا بقيت دلوقتي مهتمه قوي ان لا انا عايزه صوتي يبقى يتحسن، انا لازم اعمل فوكال اكتر من كده، لا الاغنيه دي طب ببعت لحد من اصدقائي اللي هم في مجال الفن والميوزك، طب معلش ممكن تسمع كده، طب انا عندي غلط ايه في الاغنيه دي. بيخليني طول الوقت مش بس بفرغ الطاقه اللي عندي او سواء سلبيه او ايجابيه، انا كمان ببقى عايزه اطور من نفسي في المجال ده. طيب بس معلش ممكن نسمع حاجة تانية؟ يلا طمعين بالمصري. شيرين. بكل كلمة قلتها لي. من أجمل أغاني شيرين عبد الوهاب، فعلا يمكن لامست قلوب كثير من الناس. وطبعا انتقاء الفنان للأغنية المناسبة لمساحته الصوتية شيء كثير مهم، كيف بتوظفي هذا الشيء؟ حقيقي انا ما بخجلش ان ساعات اقول ان في فنانين ما اقدرش ابدا ان انا اجيب التون بتاع صوتهم او ان انا اقدر اغني لهم لو انا بقلد بالظبط طريقه غناهم. فمهم جدا ان الواحد يبقى عارف قدرات صوته ايه، ويكون عنده احساس كمان. الغنى هو نوع من انواع الفن، ما حدش يقدر يغفل حاجه زي دي. فمش بس ان احنا بنغني بطريقه صح، انا كمان لازم اغني حاجه وانا حساها. يعني مش كل الفنانين دلوقتي بقى صوتهم قوي قوي، خلينا نكون عارفين ان كمان التكنولوجيا بقت بتلعب دور كبير جدا. صحيح. جدا في تعديل طبقات الصوت واضفاء مؤثرات واضحه صوتية جدا على صوت الفنان. فمهم ان هو يكون عنده حضور، ومهم ان هو كمان يكون عنده احساس. مظبوط. يعني لما بدنا نحكي عن طبقات الصوت،
يعني في شغلة ما حدا أو مش ما حدا أو قليل من الناس بيعرفها عن الفنان أبو بكر سالم اللي لقب بالحنجرة الذهبية. الفنان أبو بكر سالم بيمتلك أكثر من 10 طبقات صوت، يعني 10 تون، يعني مستعد يسمعك أكثر من 10 أصوات للأغنية الواحدة. أمجد هاي بصمة، هاي بصمة الفنان، طابع الفنان الخاص اللي زرعه حتى بقلوب الجمهور. أنت كنت عم تقولي سارة فنانين ما بقدر أقلد أصواتهم، لازم المطرب أو الشخص اللي صوته حلو يقلد أصوات الفنانين، ولا بتقدري مثلا أنت تتبني أغنية وتعمليها بطريقتك أنت، حتى لو بدك تضيفي كلمات، لو بدك تضيفي مواويل، لو بدك تغيري مثلا بالتوزيع؟ يمكن أنا ما عنديش لسه الجرأة أن أنا أعمل ده بشكل واضح وصريح، أن أنا أخد أغنية وأغنيها أنا بطريقتي أو بالأسلوب بتاعي، لأن أنا لسه بعد نفسي في المجال دوت. حتى مثلا أنا ما بدأتش لسه أعزف آلة، لسه بتعلم جيتار دلوقتي، لأن بدأت أخد ستابس في موضوع الغناء. بس زي ما أنت ما بتقولي، إحنا دلوقتي بقينا نسمع وبنشوف كتير ناس موهوبين عندهم أغاني عاملين لها كفر على اليوتيوب، بيغنوها بطريقة حلوة جدا إحنا بنحبها يمكن أكتر من من الأغنية الأوريجينال اللي بيغنيها المغني. فيمكن ده هيحتاج مني شوية مجهود، ومع الوقت بالتدريب أنا اكتشفت أن أي موهبة من غير دراسة أو تدريب بتبقى ملهاش أي قيمة، وأي دراسة كمان وتدريب من غير ما يكون فيه ولو جزء بسيط من الموهبة أو سكيل عند الواحد كمان ما بيبقاش ليها قيمة، لازم الاثنين بيكونوا مجتمعين مع بعض. سارة، يعني إحنا كلنا بندعم الطاقات الشابة والأصوات الجميلة والجديدة على الساحة، بنحب نتشكرك ونقول لك نورتينا، وأكيد كان ختامها مسك معك بصباح الخير يا وطن. بس قبل ما نختم بدنا نسمع شيء بصوتك. في شيء جاهز ولا؟ دي فركة كعبة وهتعدلها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد واعملها سكت كتير. خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني، اللمة دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحلة واللي مية مية والنوبة الجمال. ما توصيش السويسة، الدنيا هايسة كده كده، واللي اسمع اللوية يا مكان كادوا العيدة. سلم لي عالشرق واحنا ويا بعض اقوى، واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير.